بدأت المشروع أثناء دراستي الجامعية ولاحظت تطور سريع في التقنية، وفي نفس الوقت حاجة شديدة من سوق الملابس الجاهزة والتفصيل في التجارة الإلكترونية لحل مشكلة المقاس. فبدأنا بتطوير حل هذه المشكلة وبرمجيات ونموذج عمل أولي أثناء الدراسة، وبعد التخرج بدأت أتواصل مع شركات وأعطيهم المنتج يجربونه، والحمد لله في سنة 2020 تم إطلاق المنتج، وهي عبارة عن منتجين شركة مقياس توفرها للمتاجر الإلكترونية المتخصصة في الأزياء الجاهزة والأزياء التفصيل، يحل المشكلتين هذه بحيث أن المتاجر الإلكترونية يربطوا معنا ونساعدهم في حل هذه المشكلة لعملائهم. والحمد لله احنا بدأنا نتوسع في المملكة والخليج، وإن شاء الله نطمح للتوسع العالمي في المستقبل بإذن الله.